إن هنا من دواعي الغبطة والاعتزاز أن أقوم اليوم بمعية سعادة السفير الحسن الطاهري بافتتاح قنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمدينة العيون حاضرة الساقية الحمراء وغرة الصحراء المغربية. ها هي اليوم إذا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سباقة لفتح أول قنصلية عامة عربية غير إفريقية في أقاليمنا الجنوبية العزيزة، وذلك تنفيذا لمضامين الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الماضي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأخيه صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد، والذي ثمن فيه جلالته حفظه الله هذا القرار التاريخي الداعم للوحدة الترابية للمغرب على هذا الجزء من ترابه. بداية اسمحوا لي أن أرفع أسماء ولايات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وإلى الشعب المغربي الشقيق بمناسبة المسيرة الخضراء. كما تعلمون يصادف هذا أيضا افتتاح قنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العيون. نتمنى أن ترتقي هذه القنصلية بدون أكبر في الأقاليم الجنوبية بالتعاون بين السلطات المحلية وأيضا القنصلية. سيتم تعيين قنصل إن شاء الله قريبا، ولكن الآن لدينا الرئيس هو القنصل، عن قريب إن شاء الله سيحل القنصل الجديد معكم إن شاء الله. ولكن القنصلية اعتبارا من اليوم هي تقوم بمهام عملها بوجود الرئيس. نحن اليوم أيضا سعيدين في دولة الإمارات، وما أن هذا الافتتاح يتم بالتزامن مع المسيرة الخضراء. أحب أن أقول شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه الخطوة. ما في شك هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. كما تعلمون العلاقة بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة علاقة مميزة منذ قيام المغفورين الشيخ زايد رحمه الله وجلالة الملك الحسن، أسسوا هذه العلاقة والعلاقة مستمرة في تطور ونمو في ظل عهد أيضا صاحب السمو الشيخ زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة حديثة من لدن صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. نتمنى استمرارية هذه العلاقة ونرى إن شاء الله هذه العلاقة تتطور مستمر دائما إن شاء الله. شكرا. بالكلمة الطيبة وبها نختتم مرحلة